خير ان شاء الله. ليش شلون يا اخي؟ شوفوا شو عم يسمع، اقول عرفوا الان بظن ايه صار يعني. طولوا بالكم عم اكيد في شيء مهم لحتى اجوا. ايه بظن رضا تانري كولو. المشتبه الرئيسي بقتل بشرى كوركماز هو رضا تانري كولو، وحسب أوامر النائب رح يتم اعتقاله. يلا خدوه بسرعة. شو هالحكي يا رضا؟ معقول يكون شو؟ هو اللي قتلها؟ ما بصدق. شو هالحكي يا هذا سلامة طيب عليه؟ عمرنا ما شفنا منه شيء. أكيد هالحكي كذب. بيقتلها نبلة ما بيقتلها. أنا ما قتلتها حيدر، أنا ما قتلتها أنا. يلا لشو سيدي في غلط. يلا خدوه. أنا ما قتلتها حيدر. أنا ما قتلتها. أنا ما قتلتها. هدوا شوي. ما دخلني أكيد في غلط. أنا ما قتلتها. مش خلصني. أنا ما دخلني والله ما قتلتها. وانا تعمل استنى شوي تاخذوا الشخص وانا حيدر صدقني. أنا ما دخلني. أنا ما دخلني. أكيد في غلط. مستحيل يقتل حيدر والله. بابا ما عمل شيء حيدر. أنا ما قتلتها والله ما أمشي. اتركوه والله ما أمشي. شوي بس بدنا نشاك. أنا ما عمل شيء. ما قتلها هو شاف هنيك بس. شافه من غير ما احسن ما اخذ معه. وصلنا في وقت معقول يقتلها. بس احنا اللي قتلناها. ليش نبلغ؟ انا والله ما اخذت شيء سربات والله العظيم. انا شفت الغابه وقدمت البلاغ مو اكثر من هيك. حيدر هو بالسياره. صدقني في غلط. انا من غلط. لو سمحت لا تشوف. اسمعني اعمل لك نحله لا اله الا الله. ابي اقدم لكم افادته. ما عمل شيء والله. عم تاخذ شيء سربات. خليني سيدي اسمعني شوي. بترجاك لو سمحت لا تاخذه. بابا بابا اتركوني. وبابا Thank you.